برحب فيكم مشاهدينا بالساعة الثانية من بيروت. ضيفتنا الليلة مغنية لبنانية حققت نجاح سريع بأدائها للأغنية العصرية وبإطلالتها المميزة فلقبت بداليدا العرب. معروف عنا التأني باختيار أعمالها وإنتاجها الفني وبرصيد ألبوم بعنوان سلام، وهي بصدد التحضير لألبوم جديد بعنوان رقصة رح يصدر مباشرة بعد عيد الفطر المبارك. جنين داغر المعروفة بجنين ديب، رحب فيك، أهلا وسهلا، شرفتينا باليوم على الحرة. جنين حضرتك مزيج من الجنسيات إذا بدنا نقول، ومن الثقافات، يعني أنت لبنانية مصرية وبتحمل الجنسية الأمريكية كمان بذات الوقت. قديه هالمزيج الثقافي يعني ساعدك بانطلاقتك الفنية إذا فينا نقول؟ أكيد أي مزيج بيساعد، مش بس فقط للانطلاقة الفنية، ولكن المزيج هو غنى بحد ذاته. المزيج بالفن، المزيج بالحياة، الجنسيات كمان عديدة، ولكن أكتر شيء هو اللي بيغني الشخص هو أن تقدر تعيشي بكل هالبلدين، وهيدا أكتر شيء اللي بيغنيني بالأول كشخص وبعدين بفني. عشتي فترة طويلة بنيويورك قبل ما ترجعي على لبنان وتقرري انه خلص انا بحب الفن وبدي امشي بهذا الخط، قد ما اعيش برا بدي ارجع انطلق من لبنان، مع انه كان عندك مجالات ببرودواي، اشتغلتي بعدة اعمال مسرحية. اشتغلت بعمل واحد ببرودواي بعد ما خلصت دراستي بمعهد كونسرفاتوار أوربرت بيرغوف بنيويورك، وعملت بعمل درامي اسمه كي اكسشينج، ودغري من بعدها جيت على لبنان. بفرحك انه انت ملقبة بداليدا العرب؟ بفرحني ايه اكيد، لانه التشبيه يمكن مش شخص عادي، ولكن بعتقد انه يعني هيدي مرحله، بتعرفي بالاول بس الواحد بيظهر باول اطلاله، نحن بنحب على طول نشبه كل ما هو جديد، يعني حتى العرب بتعرفي بالكلمه العربيه حديث وحادث، كثير قريبين، كل شيء حديث هو بمثابه حادث، فدغري يمكن الواحد يكون شيء مالوف اكثر بشبهه، فاكيد اذا صار التشبيه لداليدا هيدا الشيء انا بعتز فيه، بس ان شاء الله يكون انه لإلي مرحله مختلفه. يعني لا، هو بال 2007 لما رجعتي كنت حديث الناس، وكنت حادث يعني غير شكل مثل ما بنقول باللبناني بالنسبة للساحة الفنية. رح نبدأ هيك نسمع شي لداليدا لنشبه الصوت والصورة. شغلة هيك، شو تسمعينا؟ هلا اكيد اذا لداليدا بنسمعكم حلوة يا بلدي. يعني حلوة يا بلدي اذا بديك. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين فاكرة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول، وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان في بلدي مش ممكن أنسى يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل، وكل دمعة على الخاتم كانت بتسيل، مليانة بأمل إن احنا نبقى موجودين في بحر الحب على الشطين. يا ليلي يا ليلي ليلي، كلمة حلوة كلمتين حلوة يا بلدي. لما بتغني حلوة يا بلدي أي بلد بتفكري؟ مصر، لبنان، نيويورك؟ أي بلد بفكر؟ بتعرفي أنا لإلي أنا عشت بمصر وعشت بلبنان، خلقانة بلبنان وعشت بمصر، فكل بلد منهم بحمل فيها تأثير كتير كبير. بنوجد بمصر مع أهلي،
بحس حالي بلدي، وبلبنان كمان بحس حالي بلدي. ما في فرق، بتعرفي اساسا مصر ولبنان واحد، فما بتحسي هالفرق، ما بحس هالفرق. جانين دي، جانين داغر، يلي اطلقت الاسم الفني يلي هو كتير حلو. اعمالك فينا نعتبر انه عناوين خير الكلام ما قل ودل، سلام واللي جاي على الطريق رقصة، يعني عنوان عنوان. مزبوط. شو المقصد من هذا الموضوع؟ أنا أساساً كل شيء بحب أعمله بحب يكون له معنى ويكون عم بيعبر شيء عني. مختصر مفيد. مختصر مفيد أكيد. إنه سلام هو تحية، بتعرفي لما بتفوتي على غرفة لأول مرة أول شيء بتقوليه هو عم بتحيي العالم وعم بتعرفيهم على حالك، فسلام هو تحية وأنا عم بعرف عن حالي فيه. رقصة هو تعبير، بعد ما حييتهم وعرفتهم عن حالي حبيت أعبر. الرقص هو تعبير جسدي وأنا عبر رقصة عم بعبر عن أشياء كتير فنيا، حبيت أنه استغل هالفرصة وعبر عن العديد من حالات المرأة، والمواضيع كانت كتير مهمة لأنه حبيت أنه أعبر عن امرأات عديدة بهذا الألبوم. بفتكر أول، يعني إذا ماني غلطانة، فيديو كليب عملتيه كان في رقصة كمان. مزبوط. صح، مزبوط، رقصة تانجو، وهي كان فيها هيدا التحدي، كان بدي بين هيدي العلاقة اللي هي فيها تشنج شوي. في سينجل مؤخرا نزل على الأسواق، شو بتخبرينا عنه؟ سينجل بعنوان دنيا حياتي، وهو من ألحان إيهاب عبد الواحد وكلمات محسن سرحان وتوزيع حسن الشافعي. هو أول عمل ينزل من ألبوم رقصة، حبيت لأنه الغنية شوي جو صيفي، فحبيت أنها تنزل هلأ بالصيفية، مع أنه الألبوم رح ينزل بعد الصيفية، فحبيت هيك يطل عليهم بدنيا حياتي. هو بيتقسموا الأغاني صيفية وشتوية؟ لا، بتعرفي هو الألبوم شوي فيه أغاني يمكن تعبير مختلف شوي، بالصيف حلو الواحد يحس بفرحة ورومانس وهيك، ما بدك تعطيهم شيء تقيل. الألبوم فيه مواضيع كتير يمكن تقيلة عم بتطرق فيها، فحلو أنه بالصيفية الواحد يكون هيك خفيف أكتر للعالم ويحكيهم عن حب وفرح أكتر. بأي حال، يعني معروفة جنين أنك أنت تتأني باختيار الأغاني، صحيح يمكن في تباعد بالأوقات الزمنية بين عمل وآخر، ولكن لما بينزل العمل بتحس أنه الناس نطرت، إن كان على الساحة الفنية أو المستمعين، هلأ شو بده ينزل لجنين. قد هذا الشيء بيعطيكي هيك دافع، يعني بخليكي على طول تشتغلي دائما للأفضل والأحسن؟ بيعطيني دافع، بيعطيني مسؤولية. بتعرفي أوقات كتير عالم يلا اشتقنا لك وينك كل هيدا، بضل بقول لهم معلي بدكم شيء مميز، بدكم تعطوني وقت تحضر. يعني سلام كان عالم ما بتعرفني قبل، ولكن أنا حضرت لسلام قبل بسنتين، كل شيء إطلالي كانت بس بدك تفتشي عن شيء مميز، ما بيصير هيك دغري. الألبوم بيتضمن 10 أغاني، وبهالأغاني حبيت إنه أقدم لهم موسيقى مختلفة ومواضيع مختلفة وإطلالي على طول مختلفة، فهيدا كله بده تحضير. بس ان شاء الله انه دائما يكون في الشوق هيدا اللي عم تحكينا عنه، لانه هيدا اللي بيخلي رصيد الفنان كثير مهم عند العالم. لا شك انه يعني واضح انه تستثني من بين العديد من الفنانات على الساحه الفنيه، بالشكل بالمضمون على شو بتشتغلي لحتى تكوني استثناء على الساحه؟ بتعرفي نحن كلنا كبشر ما في حدا بيشبه الثاني، كلنا عنا استثناء، بس اللي كتير مهم انه الواحد يقدر يكون عنده هيدي الصلة مع حاله، ويقدر انه هو يعرف شو الشغلة اللي بتميزك عن غيرك، وتفتشي عنها وتكوني عندك هيدي الصلة اللي كتير قوية مع حالك، ويكون عندك الثقة بانك تكوني واضحة وصريحة بالمضمون اللي انت عم تعطيه. شو بيميزك جنين؟ بيميزني هلا اكيد هيدا الشيء العالم يعني يحكوا عنه مش انا، ولكن مثل ما قلت لك كلنا مميزين، ولكن انا شخص بفتش على طول على الاشياء يمكن اللي مش مجرد يعني بتحسس توصل العالم رسالة. هيك توصل رساله، يعني حتى بكليباتي لو بتلاحظي بسلام يا سارق عمري انت يا الثلاثه، انا بقول انه الفنان هو شوي بمثابه رسول، يعني بيعطيك الهوى، الشهره بتعطيك الهوى، بتعطيك انك تحكي لعدد كبير من العالم، ما فيك بس انك تطربيهم بفنك، ولكن لازم توصلي لهم اشياء وتخليهم يفكروا.
ففيهم كلهم في رسائل مختلفة. سلام كانت شوي بنتقد بمجتمعنا كيف نظهر قدام العالم شيء ولكن ما وراء الكواليس نحن شيء تاني. يسارة عمري هي احتفالية بالحياة وبقول انه ما في شيء بيسرق العمر طول ما عندك نهار جديد. انت ياهو الاختيارات أمل. كل شيء له رسالة من وراء وحلو انه بس تكون بمحل احكي عنهم وخلي العالم تفكر كمان. خلينا نسمع مقطع من السنجل الأخير حتى هيك نوصل كمان الهوى لك. تفضلي. اوكي. هو دنيا حياتي كل حاجة بشوفها بعيني هو عمري وذكرياتي بعدي منه الدنيا ايه هو دنيا حياتي كل حاجة بشوفها بعيني هو عمري وذكرياتي بعدي منه الدنيا ايه الدنيا دي من غير نظرة عيني اللي انا عشته في هوا صعب الدنيا تساوي الدنيا دي من غير نظرة عيني اللي انا عشته في هوا صعب الدنيا تساوي هو دنيا حياتي كل حاجة بشوفها بعيني هو عمري وذكرياتي بعدي منه الدنيا ايه حلو كتير حلو كتير. نأمل انه هالسنجل كمان يلاقي الصدى يلي انت بترغبيه والدنيا دي وجانين دي كله في دي يعني بالنهاية. جانين دي اهلا وسهلا فيك على امل انه نشوفك دايما باطلالات متألقة وبأعمال حلوة مثل الأعمال اللي عودتين عليها. نحن بنشكر جدا حضورك معنا باليوم على الحرة. مشاهدينا اذا فاصل ونعود.